قولي يا مدحت، عايزة ايه؟ على كده تجارة المخدرات بتكسب كويس بقى؟ عايزة أعرف جوزي حبيبي اللي بيتاجر في المخدرات بيكسب كويس ولا معيشنا في الحرام على الفاضي؟ أيوه عرفت كل حاجة، والصور اللي روشاك دي أنا اللي بعتها لك. أنت إيه مستغرب؟ معملهاش؟ لا خلاص، مريم اللي كانت بتتضرب وتتهان مش هي اللي واقفة قدامك دلوقتي، وأي ألم هينزل على وشي هردهولك عشرة يا مدحت. أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ ده أنا طربقة على دماغك. الكلام ده كان زمان. اقعد اقعد يا مدحت اقعد. أنت دلوقتي مش بس صباعك هو اللي تحت ضرسي، ده أنت دراعك كله، وأنا أسناني مستنية الفرصة دي من زمان قوي. انت فاكرني هستناك لحد ما تلوي دراعي؟ ده انا اقتلك واتويك واتوي سري معاكي. يلا اعملها يلا، عشان ساعه زمن واحده وكل حاجه تثبت انك تاجر مخدرات توصل للحكومه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل حاجه عرفتها عنك، من اصغر معلومه لغايه الصور اللي انت كنت بتستلم بيها الهباب بتاعك ده، موجوده عند حد كله شغلته انه يستنى مني تليفون، لو ما حصلش هيبعت كل المعلومات دي للحكومه.